عشق لأوجاع آدم حاتم. كان حزن آدم يتغير مع تغير المدن، يتألق كالأحجار الكريمة في ليل بغداد، يغدو نداءات طير وحشي في سماء مدينة أفريقية، يستجدي كفقير بوذي ثمن تذكرة في شوارع أثينا، ولم يبخل بخيوط حبره الرقيق على كوفية فلسطيني مقاتل. وحين استقر به المقام في الشام زارته كل الخمارات والمقاهي والصيدليات، وكان له تاريخ من الحزن. في مقهى الروضة عاش غربته بالطول خمرا وبالعرض دخانا، وانحنى عوده في الثلاثين تحت وطأة الهم، وأخيرا فقد الأمل، سحب خيوطه من الدنيا ووضع حدا لحياته ليبقى حيا. اهدأ، لا يطرق بابك في الليل سواه. اهدأ اهدأ اهدأ، لا يطرق بابك في الليل سواك، لا شيء سوى الريح. الريح المجنونة تعبث بالأوراق هناك، ضع معطفك الصوفي على كاهل حزنك، تأنق بالصمت، سنخرج للتشيع الأزلي. فآدم ما لا يطرق بابك في الليل سواك، لا شيء سوى الريح. الريح المجنونة تعبث بالأوراق هناك، ضع معطفك الصوفي على كاهل حزنك، تأنق بالصمت، سنخرج للتشيع الهزلي. فآدم مات وبقيت وحيدا، تذهب للمقهى بعد الآن بلا ثقة بالدنيا، تضج بعينيك خفافيش السنوات. تنعى آدم أم تنعى نفسك أم تنعاهم؟ ما دمت كبيرا يا قلبي ندفنهم فيك بأحلى الظلمات. شرب الحانات وآدم غادرها، حشد فراشات يتبع حشد فراشات، كان يدب أحيانا كان عليه تدب الطرقات. ذهب الآن إلى الماضي، لم يبق سوى الشرفة والشارع يذرف آخر موتى هذا الليل، وجو الشام مطير، وبقايا طائرة من ورق تشبه أحلام المرحوم ممزقة رغم الوحل تكاد تطير. آدم كان إذا اجتاز ثلاثة أرباع القنينة يصبح مثل دمى الأطفال صغير، ويمارس بالوهم هوايته، ينزل سحاب السروال ويركض خلف الدوريات. يحيي الممنوعات خوات الليل، وقد يحلم بامرأة ساخنة خرجت للتو من التنور الكوني، ويهمس في خجل: سيدتي لا أملك غير الأرض سرير، سيدتي إن سرير الأرض مريح. ولقد يمضي الليل يفتش عن قن دجاج ليمارس عادته السرية للدفء. كفانا وطنا نهلك فيه من الغربة والبرد، وفي الجوع نلوك الريح مثل خطى الوحشة. اهدأ، كم أنت جريح. تتوهمهم تركوا الأيام وجاءوك من الأمس، تخادع نفسك أنهم الآن وراء الباب يصيخون السمع لدمعك. الخدعة واضحة والعالم يمطر والموت مريح وصريح. أوراق النعوة تركض في الشارع والحبر المرحوم على المرحومين يسيح. ما من أحد في مقهى الروضة غير كراسي الأمس ومخلوقات الأمس وأشياء الأمس،
ولم يتغير شيء، حتى آدم لم يتغير بالموت كثير. خذ جرعة مازوت. بدأت تشيع جحافل صمت خلف النعش وأمن مراقبة النشطين من الأموات. وثمة من يسأل ماذا ترك المرحوم؟ جرائد بعض الأحزاب لتزجية الوقت بحل الألغاز. هنالك حزب يشبه لغز الموت، هنالك حزب يشبه لغز الموت. وآدم كان إذا جاشت غربته لا يطلب إلا بضعة ليرات، فالبرد عريض والحزن طويل. حاول أن يتطلع من شق التابوت، غطاء التابوت ثقيل، ولقد كاد يشف به التابوت لما فيه من الرقة. صار الموت للطف محياه جميل، والآن هو الشفاف الأزلي يسير بكل شوارع بغداد ويكتب ما شاء على الحيطان. وليس تراه الحشرات الليلية يخرج برقيات الهجرة يلصقها الزينة، يضحك لا يقصد إلا والله اللهو. فإن السلطة لا تسقط. بعض الأحزاب يكافح من أجل سقوط الشعب وتوزيع التركات، ثم تعاوده الوحشة يهتف من مقهى حسن العجمي ويطلب آدم. آدم يطلب آدم. صمت، ويقال له ترك المقهى قبل قليل وسيبتدئ التشيع الهزلي. فآدم مات. قيل له استلقى في التابوت ولم يتغير شيء، قهقه حتى غادر شفافيته لثواني.